يا اخوان بهذا الفيديو بدي افرجيكم تشكيلة هوغ 2025. اذا مجد اخر فترة تشكيلات مش طبيعية. يعني تفضل ايش هذا؟ المشكلة اني خسرت ضدها. هوغ رايدر، باولر، فينيكس، بيبي دراغون. لا وهسه بيجيك واحد بشوف باولر اكيد جلد اللي عاملها. تريبل سبيل، بعدين لوغ، تورنيد، ولايتنينج، والكروت اللي فيها غريبة. فاليوم بدنا نجربها على المتابعين. لايكاتكم للفيديو، اشتركوا بالقناة. يلا نيجي هون. مال الشباب سكرت، كانوا 10 قبل شوي. يلا سنوبي تعال، هاتوا لي ايش اسم كلانه؟ نيلي، تعال تعال. حلو، هاي دخل. يلا يا سنوبي، اول مره بشارك معنا. هذا 9 شوي بس 10. هوغ رايدر بزمن اولها، بس كويس معي باولر راح يشيل لك الدنيا كلها. يا هذا اللي بدي اياه. والله ما حدا بتوقع. حلو، راح انزل الباولر هون عشان يشيل كل اشي، ولايتنينج وحدي هسه. حلو شوي بس نستنى لايتنينج من هون راح يشيل كل شيء. واحد اثنين، يا ولك مجنون. تورنيدو بسرعة، والله ظلت عايشة. لوك، لا يخرب بيت الهيلر. بسرعة نايت، ماشي ماشي، لازم بسرعة. استخدمت التورنيدو يا زلمة. اوف اوف اوف، ايش هذا؟ باولر من هون. اوف اوف، قاعد بسايكل يا منوب. الكسر قلم يا ظالم. يلا خلينا نزلت له هوغ رايدر من هون. جاز التورنيدو، حلو خلينا نزحها بسرعة. وحدة هوغ، كمان وحدة. ايوه يا زلمة اسطورتي. هذاك برجه طاير، خليه ياخذ البرج. بس بدي انزل بيبي من ورا لانه هسه النايت ويتش راح تفلل دمها بالضبط. ايوه بيب دراجون راح يشيل كل اشي. هذا الليل ولك هذا الجنان. طبعا يا اخوان المسابقة نسيت، والله لازم قلت عنها في بداية الفيديو. بكرة راح اسحب ان شاء الله، ظل 7 ايام يمكن للرويال باس، راح نسحب بكرة. يعني الفيديو الجاي الكل يحضره عشان ممكن انت تكون فايز، واللي ما شارك بعده بخلي لكم الرابط بالوصف. الشروط كثير سهلة، بس انك تعمل لايك على الفيديو اللي بالوصف مش على هذا، لانه التعليقات كلها عليه. راح اعمل هون لايتنينج. والله خبصت، حسيت حالي لايتنينج، كنت بحكي وشوف شوف شوف. لا كويس، بس النايت ليش نزل هنا؟ مش عارف. بيب دراجون على الفاضي كل اللي بتعمله قاعد. لوج من هون خسر الجيم. راح تجيك هجمة يعني. هوغ رايدر، اوف وكشوف بسرعة. فينيكس، حلو راح نقدم ال شو اسمه؟ لا 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 لا، وكيش هذا؟ بدل ما اقربه بعدته. لا لا جد اني مركز اليوم. طب شوي والله، خلينا نحط لوج باولر. كان قلت لوج مش لوج. هوغ رايدر جيجي على السريع. يلا واحدة، الثانية من الشباب واحدة. طب لايتنينج موجود معي يعني، تخوف. والله ما قصرت يا سنوبي حبيبنا اللازم. كمان واحد، ملوك العرب محمد. تعال تعال، إلنا مقطعين نلعب مع الشباب اللي فوق المرة مع اللي تحت. هاتوا لي، خلونا نشوف الوحش. محمد، محمد يا محسن بيو. لا تزبط أحمد أكثر. يا هلا أنا. أوهو ميسي لديكم. إذا مسباركي. طب شوف أنا في عندي فكرة. أوف ولك ارحم عقولنا. أيوة لايتنينج من هون، مش مشكلة مش مشكلة. حلو كثير، مع إنه كنت بقدر أستعجل شوي في اللايتنينج ما تضرب السباركي. واحد اثنين عشرة. هوغ رايدر من هون، يلا ايش معك؟ لا 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 هيك كثير معلم، هيك والله زودتها انت. ميجا نايت سباركي انفيرنو،
ولك شو هذا؟ والله ما بنوصل على برجك يا رجل. لق من ورا. أعمل لك دفاعات حربي زلمة مش كلاس. إيش مع كل البيبي؟ نزل إنفير، نزل الكيترو. ويتش. والله حلو. تشكيلته بتجيب لك باولر من هون، على الأغلب راح يدعم، ما راح يترك الويتش لحالها. يا رب ما يكون معه هسه لافا هاوند مش عارف ايش. لا كويس، حلو الباولر اجت منطقة اسطورية. واحدة بس. زلمة. أظن هون برج راح يودع، واحدة، اثنتين، ثلاث، أربعة، عشرة. بسرعة، هوك رايدر من هون، معكش انفيرنو. حلو. واحدة، اثنين، ثلاث. الله عليك. راح البرج، روح البرج يا اخوان. واحد اثنتين ولك الهوك. شيل شيل يا طويل العمر شيل. اذا ماشي هذا والله يا محمد انت بدي اعمل فيديو لتشكيلته شوي بس خلينا نهدي اللعب. اعمل صور للفيديو ولا لا؟ انسى بيب دراجون. خلينا نحط باولر بالنص او نحطه من هون احسن. كنت بدي الحق النايت عشان صورة الفيديو بس لا راح اعمل صورة ثانية. هوك رايدر. خلاص الزلمة يسلم الجيم يا رجل. ولك خلاص. نايت. بسرعة بيبي دراجون. طبعا بهذا الفيديو بحاول اسكت ما احكي كثير لانه والله حتى وانا بحكي صرت اخبص كثير. هوك رايدر. يجي. والله ما قصرت يا محمد حبيبنا لازم. لايتنينج من هون. اوف الويتش. والله تشكيل حلوة يا اخوان، اذا من الارض والجو فيها والله كثير حلو. يعني فيها تريبل سبيل يعني ما بتتضايق اذا كثير حلوة والله. جي جي. يلا خلينا نشوف. محمد لعبنا مع وايت. وايت 444 صقور العرب. العب وكيش هاف. تعال خليه يخف عقله من التشكيلة. دخل الوحش. يلا خلونا نشوف. حلو هالمرة بديش انزل هوك رايدر انا، بدي استنى شوي. اوف 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 بسرعة تورنيدو من هون. واحد اثنين عشرة. تعال. لا يا زلمة حتى عملتها بكير يعني مش فاهم. جاهز اللوج. يلا حط جوبلينز اي شيء. 2.6. اها راح يغلبنا شوي هذا بس معي لايتنينج. والله غير اهلك وبال بالماسكتير. تشرب قهوة؟ مش قهوة، قهوة. طب بتعرف شو بدي اعمل؟ بدي احط نايت من ورا عشان اجيب اللايتنينج. حلو، بدي اصيد تصيد هذا. استنى شوي نبعد اللايتنينج شوي هيك، ايوه بدي احط اشي. كفو. ايس اوف. والله بقول قاعد ايس جولم صار نزل لك مونك. بس كويس الباولر، في واحد وصلت على البورج. تورنيدو زي هيك على السريع. ممتاز ممتاز جدا. بيبي دراجون صراحة لازم ما نزلته، ليش؟ مش فاهم. اوف شو هذا؟ وك ما هذا يا هذا؟ هوك رايدر بسرعة. لوج من هون. اوف محوش كثير. وك والله كفو. واحدة فنتين الثالث عيون الشباب. طب الرابعة الرابعة. لا يا زلمة والله لو انه مع لو انه مع الخصم صار ضرب 60 ضربة الهوك، بس انا دائما حظ الزفت فيه. حلو بدي انزل له نايت. الفارس. طيب حلو فينيكس من هون. راح ارجع اضرب لايتنينج، بديش اخلي المسكتير توصل يا زلمة. نستنى شوي. لايتنينج من هون. جننته فيها. خلينا احط الباولر قدام احسن ما يجي اسوي البرج لانه راح يفعل خاصية. بالضبط خلي هذا او اقول لك تعال تعال. لا وكيش هذا جلد ولا شو التخبيص؟ مش مشكلة عادي. نايت. هوك رايدر. جي جي. جي جيز. لوج من هون لوج من هون. راح راحت الماسكتير. واحدة راح
حلف على الخاصية على الفاضي، واحدة الثاني بس واحدة زلمة. ولك والله يا اسطورة يا الهوك، إذا أنا من قليل بكرهك. باودر من هون على الفاضي. تورنيدو جيجيز. والله بتضايق يا اخوان، الهجم كثير وسخة يا زلمة. لايتنينج. والله ما قصرت برضه يا اخونا وايت، حبيبنا اللزم. تجي وبس. والله يا اخوان هذا كان الفيديو لليوم، بتمنى انه عجبكم. والله فيديو واحد سريع، حبيت افرجكم التشكيله مع الشباب الطيبه. والله ما قصروا كلهم، وايت ومحمد واخونا سنوبي، والله ما قصرتوا. بس هذا والله تشكيلته حلوه يا زلمة، شايل الايس جولم، حاط لك المونك، مع انه احنا تشكيلتنا صعبه عليه، معنا باولر وتورنيدو ولايتنينج. كل ما يحط ماسك بصيد له اياها. المهم التشكيلة والله ممتازة، حتى بتقدر تلعب فيها مثلا جراند، أي إشي كثير ممتازة، أرضي جوي والله فخمة. أصلا اللي عاملها والله إنه بفهم يعني. مع إنه أنا ولو جرايدر مش صاحبة، بس حلوة التشكيلة. وزي ما قلنا، إذا بعدك مش مشارك بالمسابقة على رويال باس الألماسي عشان تربح البانر اللي أنا حاطه، شوف والله كثير حلو. المهم آخر فرصة، بكرة راح نسحب الفائز بالفيديو الجاي، يعني متى بس راح احاول انزله بكير عشان نسحب. وبس والله نشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.